شددت أوجه الفنون في المملكة مؤخراً، فأصبحت تزخر بالعديد من المعارض العالمية والمحلية التي ترضي متذوقي الفنون، كما تمنح تجربة المنصات الإبداعية للفنانين المحليين. والله الزيارة كانت ممتعة، بما أنه معرض بني النسور مستضيفة عدة فنون معاصرة، والأجمل أنه المعرض مقام في قصر خزام، قصر الضيافة سابقا للملكة عبد العزيز، فهذا الممتع في الموضوع. أكثر عمل ممكن لفتني هذا العمل، لأنه في فكرة عميقة جدا في العمل نفسه، أنه أي فعل صغير ممكن يكون له تأثير كبير. ففي حياتنا في حاجات كثيرة احنا نسويها بس يكون لها تأثير كبير. ممكن أقرب مثال نسوي حاجة بس أجرها يكون عظيم جدا. معرض بني النسور العالمي للفن المعاصر، إحدى المعارض التي استضافته وزارة الثقافة ليعرض أعماله الفنية في قصر خزام. في أعمال كثير، الفنانين كثير مرة حلوة، مرة يعني كل عمل يحمل فلسفة معينة، في أشياء مرة كثير الواحد ممكن يتعلمها. الصراحة أنا أحب أعمال دان ألمد. دان ألمد دائما يتكلم عن الزمن والوقت ويوصل مسج لها علاقة بالوقت والزمن. تقلب هذه الـ 22 ساعة رقمية كل دقيقة بس ما بتزبط أبدا، ما بتعطيك توقيت معين. هو بيحاول يوصل مسج، فلسفة ساخرة بيسخر فيها من فكرة الوقت الأمثل، وكأنه بيقول الوقت المثالي ما حنلاقي في الساعة، الوقت المثالي هو هنا والآن في اللحظة والمومنت نفسها اللي بنعيشها. إنه طبعا غير إنه هذا القصر من الأشياء التراثية داخل المملكة، يعتبر قصر الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، إنه هذا حدث جميل، إنه حيث المملكة يعني تستقبل مثل هذا المعرض العالمي، يعني نعرف أشياء فنون جميلة جديدة، أشياء شيء جديد على المملكة. أول مرة ينضاف لنا شيء جديد مرة حلو، يعني شيء جميل جدا في جدة، إنه عالم الفن تقريبا أغلب الأعمال هنا كنا نشوف أشياء بسيطة لما ندخل، بس طلعت فيها فلسفة، فيها عمق. في عمل الفنانة دانيا الصالح بتكلمنا قد إيش إنه الماضي كان زمان جميل جدا، فحبت ترجع هذه الذكريات لعقلنا في حياتنا حاليا، إحنا في الحاضر بدينا ننسى ذكريات زمان كيف كانت، فحبت تدمج هذا الشيء تقريبا بشرحهم بالذكاء الاصطناعي، فكيف حبت تجمع بين الماضي والحاضر، فكان إضافة جدا جميلة. واحتلت أعمال الفنانين السعوديين مكانة مميزة بين الأعمال العالمية المشاركة، وتضمنت الأسماء مشاركة كل من مهند شونو ولينا قزاز وعهد العمودي وفلوى ناظر ودانيا الصالح.